مرحبا. ونعقلك راه مش تقول ما نعقلكش ونشوفك اش تكتب. ايوا بسم الله الرحمن الرحيم. ايها السيدات والسادة، مرحبا بكم. ويمكن لأول مرة من تحملي هذه المسؤولية 4 سنوات تقريبا أطلب عقد ندوة صحفية لأول مرة. قل قال واش ظروف تحتم هذا. مرة واحد من أصدقائنا قال لي، قلت له علاش تعمل هذا؟ قال لي إكراهات سياسية. على كل حال احنا جمعتكم اليوم ونعتذر اذا كان مش نجمو نجموش نجمو الناس الكل، واللي غاب على كل حال مرحبا به بلغوه، لان الراجل اللي يكلم فيكم منتخب من طرف الشعب الوحيد، وهذه مش مساله بسيطه، وانا اقدر قدرها اذا كان غيري ما يقدرش، اما انا نقدر قدرها. ومن وظيفتي الأساسية هي الحرص على احترام الدستور، ولو البعض ما يعتبرش أن الرئيس عنده وجود في الدستور، لكن أنا هو اللي كلفني الدستور وكلفني الشعب باش نحرص على احترام الدستور. وإذا كان شفت اللي ردية قول كلمة اليوم، يعني نعتبر أن هذا هو الموضوع، لازم نحترم الدستور. أنا من طبعي نسمع الناس كل، كان نقول لكم قداش من التقارير يجيني تو من عند الخبراء ومن عند المسؤولين في اللي يعني أساتذة القانون الدستوري، وفما زاد الأساتذة المعاونين كلهم تكلموا في الموضوع هذا، ونقرأ جرايد هذه وظيفتي، ونسمع للتلفزة، شوف التلفزة وللحصص اللي تقع في التلفزة البارح والبارح، وقاعد نشوف ان الامور ماشية في اتجاه غير صحيح. يعني البعض ولاو توا يعتبروا رئيس الجمهورية بوسطاجي بين الحكومة وما بين المجلس. أنا نحترم البسطاجية، أقول لكم كل صراحة، وكانوا عندي أصدقاء كثيرين في البوسطة من ناس الأركان متاع الدولة هذه والأركان متاع هذا النظام، فهمت كيف؟ المرحوم عمرو الرياحي من دولة، ولا عبد الله فرحات ولا غيره. شنو هو بسطاجي؟ هو اللي يجي هو اللي بسطاجي. أنا على كل حال مانيش بسطاجي على خاطر ما عنديش الأهلية باش نكون بسطاجي، هي تقنية هي، لكن كيف صحيفة معناها هامة وقديمة وكانت توجه في الرأي العام، وقت اللي لحبيب بورقيبة رحمه الله يقرأ هذه الجريدة كل صباح ويقول لا كلام لهذه العبيدي، قل لهذه العبيدي هنشوف فيه فعلا، نقرأ في نفس الجريدة شنو ما بسطاش. قلت هزلت حتى بان من هزالها كلها وسامها في السوق كل مفلس. هذا يرجع نقول كفى، مسألة تجاوزت الحدود، وغيره وغيره وغيره. وقعد نتبع في بعض الحوارات التلفزية بمختلف أنواع، هو وكل رئيس ما يقبلش باش الناس يصوتوا باش يجيوا يحلفوا قدامه، والا ما يعملش الامر اللي مش بمقتضاه تتسمى اعضاء الحكومه. ما عاد هذا خطا جسيم. اش معناها خطا جسيم؟ مو معناها لازم نحيوا الرئيس. مو شوف الفصول، احنا يعني يلزم يلوموا علينا كل شيء الا كونه نعرف. وانا من الناس مش هتدك نحني لك عاد. انا من الناس عمري ما نشبث بالبقعه، واذا كان يقتضي النظر
احنا نسحق ونمشيه على رواحنا، فهمت ولا لا؟ بالرغم من اللي احنا انتخبنا شعب تونسي، وهذه حالة وحيدة ولي أول مرة في التاريخ، لكن احنا ما نشبثوش بالمراكز والمراق. وقت اللي يعني يجي الوقت يمشي واحد على روحه، هذا اللي يحبوا ينحيوا الرئيس ويمهدوا هذوما في تربيتنا احنا. انا دستوري يعني مش خفي، من عام 41 انا في الحزب الحر الدستوري التونسي، وما تخليش عليه وطني يقول عاد وقتها ما ينحيوا الشعب عاد مش ينحيوا الوين. هذه احنا نقولوا فيها تسخين لبنادر، تسخين لبنادر ما تجيش يعني هكا. علاش انا حبيت نتكلم الموضوع؟ انا باعتباركم انتوما يعني عندكم دور صحفي باش توجهوا وتفسروا للرأي العام شنو اللي ثم. بطبيعة ثم رجال أعلام موجهين هكا الغالب، هذوك كيف رجال السياسة قولوا شو حبوا، ولسان ما فيش عظم، لكن مش هذا الأغلبية. أغلبية معناها يسمعوا ويفسروا للعباد، وسيلة ضرورية. فمش ديمقراطية هي بلاش حرية الصحافة، كيف ما فماش ديمقراطية بلاش دولة قانون. لكن على كل حال حبيت نفسر شنو اللي وقع. أنا ما عنديش خصومة ساعة مع رئيس الحكومة، أنا اللي جبته وأنا اللي تبعته، وما جبته إلا لخاطر نعترف وأنه عنده خصال هكيك، مش هكيك الموضوع، لازم عنده خصال. ولكن ما نتبعه في التطبيق، إذا كان ثم مشاكل في التطبيق ما نغطيوش عين السمش بالغربال، لازمنا نوضحوا هالأمور هذه، ما نخليوش البلاد تمشي في مضيق. شو اللي صار؟ ما حقنيش نقوله أنا هذا، لكن وصلت الموضوع لدرجة اللي يلزمنا نقوله، خاطر توا نسمع في صحافة في التلفز رسمية الرئيس معناها عمل اعتراض وبعث جواب للمجلس يعترض على تكوين الحكومة هذه. تو هذا عمره ما صار. اشنو اللي صار؟ ثم ناس مشوا اعترضوا على الحكايه هذه، هذا حق من حقوقهم في المجلس. قالوا لي يعني طلبوني من المجلس، قالوا لي من فضلك انت جاك جواب فيه تكريم الحكومه، ممكنش تبعثوه لنا. بعثت لهم الجواب هذا، ما ثماش غير حق، ومش من عندي انا، من عند الاداره. ما جاني جواب عند رئيس الحكومه. هذا حبيت نقول لكم بزاده من هالنوع هذا، باش هاو معناها انتقد الاداره شنو هو، وعلاش مش ديريكت وعلاش مش ديريكت. هذا صحيح، لكن انا مش من وظيفتي انا باش ندخل في الجزئيات هذه، انا فوق الناس كل. الوظيفه نتاعي تقتضي ان نكون فوق الناس كل. وانا نعتقد نفسي اني تربيت في مفهوم الدوله. ما نهبطوش للسفاسف ولا الحكايه هذه كذا. وهذا يا رئيس الحكومه مش خصمي انا ولا انا خصمه. يعني هذا احنا عيناه في وظيفه، الدستور اقتضى وان رئيس الجمهوريه هو اللي عين في الحاله هذه. ولكن الدستور اقتضى وان باش نسحبوا الثقه من رئيس الحكومه يمشي للمجلس. وهذا قلتم دقيقة الأولى نذكروا فيها الحكاية هذه، مش من أنظاري أنا الأمور هذه. ولهذا تبدأ الأمور واضحة. أنا يوم الاثنين فرد طلب مني السيد رئيس الحكومة، ونقول السيد رئيس الحكومة وعد أعطيته له كيف العادة. تكلمنا على الوضع في البلاد وحاجات أخرى، وكونه ونتيجة الوضع هذا هو كونه أنا خذيت قرار في تمديد حالة الطوارئ، ومعروف عند الجميع أنا ضد تمديد حالة الطوارئ، لأنه ما قعدوش 10 5 سنين ونحن في حالة الطوارئ، مش معقول هذا. وفسرت له هالأمور هذه، لكن أعطاني يعني معطيات اللي خلتني تراجعت في الأمور هذه ومددت في حالة الطوارئ بعد التشاور مع السيد رئيس مجلس نواب الشعب، ومددناه بشر، حيث هذه هي الدولة. مش معناها كل إنسان اللي عنده فكرة يطبقها وحده. كيف أنا مانيش مع يعني تمديد حالة الطوارئ، لكن كيف أعطاني معطيات ما
من حبس نحط الحكومة في محظور أنا مددت فيها، لأن دوري هو تسهيل سير دواليب الدولة مش تعطيلها، مهما يكون السيد اللي 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 أنا مسؤول عليها. هذا هو الشيء. أنا قلت الله ما قلتوش الله يبارك، أنا ما خممتهم بعد وعلمت، قلت تفصلنا وعملنا يعني بعد استشارة رئيس المجلس حسب القوانين الجري بها العمل، ومن سوء الحظ القانون اللي جري به العمل هو متاع 78، يعني أمر متاع 78 أكل عليه ظهر وشرب، وعملنا قانون جديد، مشروع قانون جديد وموجود ونظرنا فيه، وإن شاء الله يقع المصادقة عليه في أول مجلس وزاري قانوني. يعني يلزم المجلس الوزاري يكون قانوني. وقال لي فعلا، قال لي أنا نحب نعمل تحوير. قلت أهلا وسهلا مرحبا، بعث لي القائمة وعلى كل حالة وننظر فيها، وأنت ممكن مسافر باش تمشي لموريتانيا باش تقعد نهار، بعد نهار إجا بحذاه ونمشيو فيها، نعطلش أنت سير دولة الدولة. فعلا وصل في 4:30 ولا 5 كلمني التليفون، قال لي أنا باش نخرج مجلس الوزراء، باش نخرج التركيبة الوزارية. قلت كذا شفيها ثم يا بيريل أنا دمر، ثم حاجة طرأت جديدة. قال لي لا لك هو أنا توا قررت باش نحب كذا. قلت لا أنا ما نمشيش بالطريقة هذه، أنا مانيش واحد قاعد بحذا أنزل القرص يقول السلام عليكم، لازم نشوف الموضوع هذا. قال لي لا أنا باش نعمل هكا. قلت بعث لي على الأقل القائمة. بعث لي القائمة فعلا شفتها، ساعة الناس ما نعرفهمش، معناها هو كيف يعلمني، معناها أنا كمبيوتر ما لازم نشاور ونشوف. فما 5 نعرف و5 آخرين نعرفهم من جماعة النهضة، انتماءات النهضة، وباش يكون في النهضة مش لازم يكون عنده لحية ويكون عنده كذا، حتى بقربيتها تولي النهضة، فهمت ولا؟ أنا وثم الآخرين ما نعرفهمش، وخلي لي وقت آخر باش نفهمهم. كلمت قلت أمشي أنت على روحك، ربي يوجهك خير، ومن غدوة كيف تجي جا بحذايا ونظروا فيه. بعديك شفت اللي عملوا في التلفزة تكلم هو وقال هاي الحكومة قررت ذلك. ها قلت أنا مش موافق، وعندي الحق مش موافقش ولا أنا مانيش موافق. حتى مشي هذايا ما قلتش هذا، قلت التمشي الممثلة نتاع الرئاسة ناطقة باسم الرئاسة، قالت الرئيس ما وافقش على هذا التمشي. ولواش التسرع هذا؟ خاطر ثم السرعة باهية، أما التسرع يولي زاد مش باهي. هذا هو اللي صار، من خرج الموضوع. ومن بعد بعثوا القائمة لرئيس مجلس النواب مباشرة، قلت لي بالعادة تعدى على الرئيس وانا نوافق ولا ما نوافقش، لكن من دوري كونه كيف تجيني قائمه كذا نعديها للمجلس، ما نعطلش الامور. وهكا وقع من قبل، انا استأت من هذا، قلت انا بكل حال مش موافق على هذا. يظهر ان في المكتب نتاع مجلس النواب الشعب صار حوار، يظهر منهم جماعة من النداء ولا من غير النداء قالوا هذا غير دستوري. ليش؟ لأن وقت ثم تغيير أو إنشاء وزارة أو حذف وزارة يلزم تعداو على مجلس، يعني مجلس الحكومة مجلس الوزراء، وهذا يظهر فيه ما قعش، أنا مش حاضر أنا في الأمور هذه. ولهذا يظهر اليوم قرروا مش يعملوا مجلس وزراء بعد معناها مشاو الوزراء اللي مشاو، قالوا نعملوا مجلس وزراء وحطوا في الفصل الاول هو كونه باش نتفاهموا في كونه ان وزاره هذه الفلانيه باش نحبوا نكونوها، ولهذا ننظروا فيها حسب القانون حسب الدستور لاحقا. لكن معناها ظهر لي مش باهي هذه، مش لوقت كانوا حكومه قالوا لهم براوا على رواحكم فيها قداش 7 ولا 8 مشاو،
مش يوليوا ينظروا في الأمور هذه. هي وليت فعلا حكومة تصريف أعمال، هذا اللي مش كلهم ولا مش يجيبوا الحكومة جديدة قبل ما يوافق عليها المجلس. أنا أظهر لي مش باهية هذه الطريقة هذه، حيث أنا دائما في التمشي مش باهي. يعني ما نعطيوش انطباع وأن ثم مشكل، والصحافة ما قصرتش فهمت إلا في هذا، خذت زاد موقف أو ثم خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فماش خلاف، ما عنديش خلاف أنا. أولا ساعة احنا مش معناها فرض مستوى، أنا رئيس دولة ويلزمها يحترموا، يعني يلزم يحترموا مقام رئيس الدولة. وثانيا وقت اللي يقال، أنا سمعت السيد الناطق باسم رئاسة الحكومة، مش رئيس الحكومة، ناطق باسم رئاسة الحكومة، جاء في وسيلة الإعلام هذا، قال يا ولدي احنا طبقنا الدستور. شنو الدستور؟ الفصل الأول من الفصل 92 يقول رئيس الحكومة هو اللي يختار الوزراء ويختار كتاب الدولة. ايه وحده، خاطر الفصل 92 في برشا مطاط، مرطة أولى مرطة ثانية مرطة ثالثة، ثم واحدة مرطة خامسة، مرطة خامسة يقف عندها. ويجب في كل ما يقرره إعلام رئيس الدولة، في كل ما يقرره، وإعلام رئيس الدولة راهو مش بالضروري، يعني أنا مش نقعد نزع في هذا، علاش حطيت الاسم هذا وحطيت اسم هذا، ما العقل نعرف باش نقول هذه حكومة الدولة التونسية. لكن أنا ما لقيتش الوقت باش نشوفهم، وما جاونيش اللي تقولوه أنتم الصحفيين لي سي في، وأنا محمول على كوني نعرف أكثر العباد في القديم وفي الجديد، ولكن ثم ناس ما نعرفهمش، لازمني نشوف فيهم. هك علاش أنا قلت أنا مش موافق، علاش مش موافق؟ ما كنتش في ظروف أني نجم نوافق، وإلا الموافقة نتاعي تولي ما عندها قيمة، لازم نكونوا على بينة من الأمر. هذا هو شو ما صار في الأمور هذه الكل. لا بعثت جواب نتشكى منها الواحد، ولا إذا كان المجلس مش يوافق على الحكومة باش أنا نجي نقول ما بالله ما ذبينا ما يحلفوش قدامي. أنا راني مانيش الباجي قيس السبسي، أنا رئيس الدولة، ورئيس الدولة عنده واجبات. ونسمع عاد في المسؤولين ما هو ملزوم، فهمت ولا لا؟ ما نظنوش عاد ما يعملش هذا، ولوين حلوا في الحوار هذا يا أخي؟ أنا قلت مش باش نخليهم يحلفوا، ولا قلت مش باش نعمل البحث. معناها شوف تبدأ الأمور تخدم، والناس في غياب يعني المحكمة الدستورية اللي هي تفضل المشاكل هذه. يعني وثم شكون ينصحني؟ استعمل الفصل 80، الاخر استعمل فصل 9، شو خيبوني انا الا هوني ونقعد هون نعطيكم اش يعطوا لي الناس شنو معناه كذا وشنو معناه كذا، اساتذه هذوك. لكن انا ما نقدرش الامور هذه، انا عندي مفهوم الدوله، ويلزم يعني عند الراي العام يعرفوا ثم دوله قائمه، مش واحد يقولوا دوله الموز ولا دوله كذا، ولا مش معقول هذا يجيش. لك علاش أنا معناها سبعيتكم مش أقول لكم الكلام هذا، أنا راني فوق الأحزاب، وكل نداء عمل بيان، النهضة عملت بيان اليوم، والآخر عمل والآخر في المجلس، هذوك كل واحد في وظيفته، مش بتاعي هذه، أنا مش بتاعي، أنا موجود هنا باش نسهر على حسن تطبيق الدستور. الناس كل تخطي وتجيب، واحنا مش معصومين من الخطارة، ولكن نتصرف بمسؤولية. ونجم نقول بدون من نشكر روحي ولا نقول شكروا نفسه ويحييكم، أنا عندي شوية تجربة هنا في الأمور هذه الحمد لله، وعشت مع زعماء كبار، وعشت 30 سنة مع الحبيب بورقيبة، معاه كل صباح نجيب عليها، يعني حاجات ما يلزمهاش تنسب لي
تنسب إلي حتى افتراري. يعني أنا أعرف الأمور هذه ونخموا على تونس قبل كل شيء، ونخموا على الناس اللي ضحاوا حياتهم من أجل تونس ونعرفهم شخصيا، هما ما يعرفوهمش، لكن راهو ضحاوا حياتهم مش على تونس هكاكا اللي الناس يوليوا يسلكوا فيها معنا. والقبور نتاع تونس وخاصة نتاع الساحل مليانة بالناس اللي جاوا ناضلوا من أجل تونس وطرقت عليهم فرنسا في سجومي وموجودين، وكيف يجي باش يطرقوا عليه يقولوا نحي لي الواحد تحيا تونس. احنا هذه عندنا أمانة في هذه برشا، يقولوا أنا عندي أمانة، لا أنا اللي عندي الأمانة، عارف توم كنتوش مولودين في الحكاية هذه ونعرفوهم من الأحباب هذو ونجم نقول لهم لكم بالاسم بالاسم. وفرحات حشاد راهو قتلوه مش من أجل تخلوا يظهر والمسخرة ولا الهادي شاكر ولا فهمتي ولا ولا ولا, ولا غيرهم ولا الغراب في 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 شو يعني يقولوا بدمنا خرجوها تونس يعمل هكا ينقب الواحد. هذوك احنا عندنا امانه بالنسبه اليوم ونحبوا دولتنا فوق، واحنا ماشيين في تجربه ما فماش حتى دوله مشات فيها وتجربه صعيبه جدا، وانا عندي مسؤوليه فيها، وانا اللي دزيت العجله باش ندخلوا في التمشي الديمقراطي هذا. الحمد لله وما فيش مورث ولا توريث ولا زمامر، فهمت ولا؟ وهذه كلمة التوريث الديمقراطي، أنا لا توريث ديمقراطي ولا توريث كذا، احنا عندنا الانتخاب وهذا شيء جديد اللي ما كانش موجود. وانا ما جيتش على خاطر ورث بابا، انا جيت على خاطر الشعب انتخبني، وانتخبني ضمن 27 مرشح ويعرف سني ويعرف ماضيه ويعرف حاضري ويعرف صحتي ويعرف كل شيء، يعرف معروف. انا مانيش صانعه معناها تاع شطيح خبيه في اعمارهم، كل شيء معروف. لكن ما نقبلش ان نكونوا في الراي العام هذه نظريه الدون، لا نحن الاعلون. نقول لكم بكل صراحه نعتذر باش نقول هذا، لكن توا شنو اللي صار؟ ما صارش حاجه كبيره. انا رئيس الحكومه او حكومه الظل اللي موجوده في بعض الاحيان تحب تبدل الحكومه، شيء طبيعي هذا، وانا ما نجم كان نعاونهم على الحكايه هذه. لكن اذا كانوا رئيس الحكومه رئيس الدوله مش موجود شيخ، وإذا كان السلطة نزعت الثقة مني أنا ولا تهيف الأسباب مش تنزع الثقة، راهو ما نتشبثش بالبقعة وقت اللي نشوف. وهذه قاعدة عالمية، يعني وقت الإنسان يوصل لدرجة يكون وزير ولا رئيس ما نتشبثش بالبقعة، الناس تمشي على معناها الشبهة، يقول لك أنا نمشي على روحي ونخلي سر بنفسك وخلي الدار اللي من بناها، لكن اللي بناوها دار هذه ماتوا دوما ما ماش اللي موجودين شكون بناء الدار هذه الحمد لله، يمكن انا الاخر. لهذا حب تبدا الامور واضحه، انا راني نمارس في مسؤوليتي كرئيس دوله وعندي مفهوم الدوله ونعرف شنو قيمة يعني رئيس دولة، وما نتنازلش ما ننزلش معناها إلى الحضيض في المساومات وفي زيد ونقص وكذا، وما ندخلش في أمور إجرائية إلى نرى تطبقوا القانون ولا ما تطبقوش. هو لو كان أنا باش ندخل في الأمور الإجرائية راني دخلت فيها من وقت اللي نحاو وزارة الطاقة، ما نحاوها وزارة وما عملوش مجلس وزاري،
لكن انا ما ندخلش في هذا، يعني هذا من انظار مجلس نواب الشعب، كل واحد ومسؤوليته، ما ندخلش في الامور هذه، الحمد لله. ولهذا حبيت نوضح الكلام هذايا باش ما يقعش لبس. ثانيا احنا الحكومه مادام قائمه ذات وعندها ثقه مجلس الشعب، لانها ولعتها ثقه، حتى لو كان انا سحبت منها ثقة يعني ما جابش لحياه، كل واحد يعرف دوره وعاش ما فهم قدره وجلس دونه، واحنا من هنا وعده ما ندخلوش في العمليه هذه، بحيث ما دام موجوده تربي تعينها ويعملوا حكومه يعملوا. لكن ثم نواميس وثم تقاليد وثم ذوق في ممارسه يعني السياسه، اذا كان ثم شعب يستحقها هو شعب تونسي يعني، والناس كلها تشكر فينا من اجل هذايا، ونحن وظيفتنا مش نلمعوا صور تونس في الخارج، عاد كيفاش نجموا نلمعوا، وانا مش نسافر معناها توا ماشي لفرنسا استدعاونا، ومش نمشي لايطاليا لقضيه ليبيا وكذا، شنو نبطلوا ونقعدوا نباشروا في هذايا الحكايه هذيا. ولهذا بكل مش راح اوصلوا، احنا ما عنديش مشكله مع رئيس الحكومه، ماناش الند للند توا في الحقيقه في كل الاوضاع، ولهذا نحب نعاونه ونعاون كل من يجي في بقعته باش تونس تمشي الى الامام، ونحن قله الحمد لله، ماناش تونس شنو فيها 12 مليون من بقى توا اقل، وديما نعاودوا يعني الابيات اللي حفظهم لنا الحبيب بورقيبه رحمه الله نتاع السموئل، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. هذا الموضوع. وثانيا أنا من الناس اللي راني ما نتأثرش حتى باللوم باللؤم، كما زاد في القصيدة هي بتاع السماوات أيضا، احنا شو لازم احنا حفظناها سي الأزهر ولا لا؟ فهمت ولا إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. نعرفوها هذه الحكايه. ولهذا انا ما نحبش نقول كيف ما قولوا هاو هازولت والاخرى هاو بوستاجي والاخرى درشنوة والاخرى درشنوة، هذا كله مردود على اصحابه. نتاسف اللي يجي في وسائل الاعلام عندها 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 قيمه تاريخيه زاد، فهمت ولا لا؟ واحنا نعرفوها وتربينا فيها. لكن على مراد الله، تجيء خلافا للأمور أمور، ويعدل ظهر في الورى ويجور، أتيأسوا من يوم ناقض أمسه، وزهر الدراري في البرور تدور. هذوما شعراء العصر، احنا معناها ندينوا لهم المفاهيم هذه، ونقولوا إن شاء الله كحد الباس، وإن شاء الله تونس تبقى دائما بخير. شنو مصير هالحكومة هذه؟ مصيرها هكا في يد المجلس، إذا كان المجلس قال هذه حكومة باهية، احنا نقولوا باهية، أخذنا علما بذلك، نأخذ علما بذلك ونتصرف حسب ما يقتضيه الدستور وما تقتضيه شرف المهنة اللي نحن نتحمل فيها، أو شرف الدور اللي نحن قائمين به، ترى عنده شرف. وهذا كان جاء خلاف ذلك، أنا الله أعلم، أنا نشوفه. أما توا إن شاء الله كحد الباس، وإن شاء الله اللي يحاول السيد رئيس الحكومة يقول أنا ما عندناش مشكلة في الأمور هذه، وما نشخصوش الأوضاع، هو رئيس حكومة أنا اخترته، ومتحمل مسؤولية اختياره، واخترته على خاطر حسب اجتهادي فيه معناها مناقب طيبة، وبالطبع في التطبيق شو نعمل، ما ثماش واحد صالح لكل زمان أو مكان، نتصرف حسب المعطيات. فيما يخص الديمقراطية اللي نحن ماشيين فيها، راهو الديمقراطية لا تفرض، الديمقراطية تمارس، ونحن توا في طور الممارسة، ونحن في فترة انتقالية، وما عندناش ثقافة الديمقراطية، وما عندناش ثقافات أخرى،
ولكن بلادنا مدامها مستهدفة للإرهاب ولكذا ولكذا يلزم نكونوا كل مع بعضنا ويا باب الله نكونوا مع بعضنا ويا باب الله. على كل حال ربي يهدي من خلق فهمت ولا، وإن شاء الله معناها إحنا ما وصلناش إلى موقع عدم الرجع الرجوع فهمت ولا، لا إحنا إن شاء الله كذا وما نرجعوش بالتوالي، ما يمكنش نرجعوا بالتوالي. وإحنا نقول اللي نحبوا بلدنا تكون علمها مرفوع بين الأمم، ولو كان تقرأوا الكتاب اللي كتبته يا حسرة وقت في عام في 9 أفريل عام 9 أو كتلقاو فيه يعني الوصية متاعي للشباب، كتبته للشباب متاع تونس باش نقول لهم أعرفوا بلادكم كيفاش، وأعطيت التوارخ وأعطيت كذا وأعطيت كذا. راهي تونس يعني تختلف عن كثير من الدول وعن كثير من الشعوب، شعبها راقي فهمت ولا، والله يرحم الكبار اللي أسوا الدولة هذه، ولكن على الأقل نكونوا في أقل مستوى باش نمشيو في الاتجاه اللي مشاو فيه. بارك الله فيكم، السلام عليكم. أولا راني ما جيتش باش نتحاور، جيت باش نعطيكم معطيات تصرفوا فيها كما تحبوا. هاكم سمعتوها مني أنا فهمت ولا، إذا كان واحد قال لكم راه مش صحيح جاوبوني. نعم، شكون اللي يكلم فيها توا؟ حسن عليك سي حسان، راني نقرا في امورك كل يوم وخليك انت ما في المغرب انت ولا ايوا نعرف توجهاتكم ونعرف كذا مش هذا المغرب. هاي سيدي نبداو بالواحد، تفضل. انا راني عندي اوقات، تفضل. نبداو من اليمين، شنو الوقت توا؟ ايش؟ الساعة 4 بربي ما تتعبوني شوي، تفضل. مرحبا، أشهر من نار على علم. عندي زوج أسئلة قصار. السؤال الأولاني، شنو تقدير سيدتكم المرحلة الخطر اللي تمر بها البلاد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، النهضة، حركة النهضة استقطت منذ قليل الندوة الصحفية وصدرت بيان قالت فيه بالخصوص نقطة شدت انتباهي، أنه الاستقرار الحكومي مربوط ومقترن بموافقة رئيس الجمهورية، ما هو رأيكم في هذا الأمر؟ أولاً استقرار مش مربوط بي أنا، استقرار مربوط بالأوضاع في تونس. سامحني، إذا الناس ما عندهمش الحليب وما عندهمش الماء وما عندهمش الشغل وما عندهمش كذا، ما ثماش استقرار. ما هو يلزم الحكومة اللي هي مسؤولة على السياسة يلزم تباشر هالأوضاع هذه باش تخلق يعني ظروف طيبة للاستقرار، مش الاستقرار في الأشخاص. كيف يبقى فلان الفلاني في الحكم مش هذاك الاستقرار، ولا يبقى حتى الرئيس نفسه في الحكم مش هذاك الاستقرار. الاستقرار هي في حسن السياسة اللي تستجيب إلى طلبات المشروعة للشعب التونسي لا أكثر ولا أقل، أو على الأقل تقلل من وطأة قلة الاستجابة إلى هذه الطلبات. هذه المنطقة الأولى. شنو هي؟ لا أنا قلت لك هي كيف اليد الممدودة نتاع شكون؟ ربطة الاستقرار الحكومي والتحوير الوزاري بالموافقة. أنا احنا أيدينا ممدودة من اللي تخلقنا فهمتي ولا لا؟ وهما يمدوا أيديهم ولا ما يمدوش شيء طبيعي فهمتي ولا لا؟ أنا ما عنديش مشكلة لا مع النهضة ولا مع النداء ولا مع تحد. أنا في مكان اللي شخصي ما عادش عنده قيمة، هو كون الوظيفة نتاعي يلزمني نقوم بها. الاستقرار مش في الأشخاص، هاني نقول هذا هو. تفضل، أنا تو نجيكم الكل، أنا جايكم. الميكروفون شنو راجل وراجل؟ لا 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 لا، ثلاثة نساء وراجل. تفضل تفضل. نعم، بارك الله فيك. ها يا جماعة ما تضربوش مع بعضكم، مثلكم أعطيها الميكرو. يا سي ناجي ثم باش نجيك، نحب نسمعك، وانت زادة مرحبا بيك فهمت ولا لا؟ صافا انت راهو احباب احنا. لا اللي بحذاك كلها رانا احباب. انا كل صحافي نحترمه، خاصة وقت اللي يهجم عليا ما يسالش. شيء تابع، لا مش انت ولا غيرك، معناها داخلة في العمل. تفضل. رئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور بمقتضى تفويض الشعب. ايوه.
الان نحن سيد الرئيس امام يعني سوابق في عدم هذا التمشي الدستوري، تغيير حكومه تم دون يعني تأشير من قبل رئيس الجمهورية وضع في مجلس النواب، قبل ذلك ألغيت وزارة دون محضر من مجلس الوزراء. يعني كيف ستتصرفون إذا ما هذه الحكومة مثلا تم إسنادها التفويض من قبل مجلس النواب؟ تفضل اقعد. هذا ساعة اللي وقع خطأ، ولكن إن شاء الله نصلحوه. لكن مجلس النواب إذا كان قرر وأن هذا شيء باهي، أنا في وضعيتي ما نجيش ضد القرار بتاع مجلس النواب، مش على خاطر يعني يعجبني، على خاطر هكا الدستور يقضي. مادام مجلس النواب قرر وكانش نرجعوا عاد، فك الافتراض تاع كوني أنا ما نعملش كذا وأنا ما نعملش كذا، والناس اللي توا يقولوا الكلام هذا مش يشكروا فيها، وما معناه يحب ورطوني في عملية، ونحن ما تاكلش هالحكاية هذه معنا. نحن هنقولها لكم بالفلاقي، ما تاكلش معنا. ولهذا إذا كان المجلس النواب يوافق احنا نواصلوا، اعتبروا هذاك هو القرار ونواصلوا في كونه نعديوا يؤديوا اليمين بأنواع من المختلفة، اللي بشي يدي اليمين على الدستور على القرآن، واللي مش يبدي اليمين حافي معناها على الواحد مش ما نقلقوا حتى حد، وهكذا ما عنديش مشكل. وثانيا نعملوا الأمر بالضبط، نحطوا راهو الحكومة هذه هي حكومة الدولة التونسية، نظرا لأن الآليات اللي طبقت بها الدستور أعطت هذا وكهو. تفضل لفاطمة وأنا بعد. ومن بعد إيش بيك يا أخوي جاب حذايا هون؟ لأنك رئيس الجمهورية ومؤتمن على الدستور وحسن تطبيق الدستور، ليس مؤتمن على الدستور فقط، ولأن المشهد السياسي تشوبه الهرولة ويشوبه منطق سامحوني الحضيض، والحضيض ليس له قاع حشاكم، فإني أسأل رئيس الجمهورية اليوم في هذا اليوم بالذات، هل يمكن أن نرى مبادرة من رئيس الجمهورية تستقدم الأحزاب السياسية البرلمانية وغير البرلمانية من أجل أن تجيب الشعب التونسي الذي يرى في هذه الأزمة أصبحت انتظاراته أخرى غير الورق والأسبقية إلى آخره؟ هل يمكن أن نرى فورميول معناها متاع حوار وطني من أجل تخطي هذه الأزمة؟ وسهل علي زميلي طوى الآن، لأني علمت أنه حركة النهضة وكأنها تمد أيديها إلى مثل هذا الحوار، هل يمكن أن نشهده مرة أخرى خاصة في غياب المحكمة الدستورية التي يمكن أن تؤطر شغل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ شكرا. أولا شكرا على السؤال. كل شيء وارد، أنا إنسان تعرف أنتم الكل، نسمع الناس كل ونأخذ الآراء الكل، وما خاب ما نستشار، هكا تربينا احنا في هذا. ولهذا كل مناسبة يعني باش نسمع فيها آراء أخرى مرحبا بها. ثانيا كل شيء وارد، يعني بما فيهم أن كان في البرنامج هو متاعنا احنا، على خاطر نقول بالله شو زربة إذا كان حضر حركة النهضة ما ديها حتى أنا ما ديني دينا، وكل كل لما نتعاملوا مع الناس كل، مش أنا اللي نقول شكون باهي وشكون مش باهي، الشعب هو اللي يختار شكون هو اللي ينوبه وشكون ما ينوبوش. وأنا النهضة عمري ما قصيتها، بالعكس إذا ثم واحد يعني عاونها باش تكون موجودة في المشهد وان. وتعرفوا اللي كثير من السادة أصحاب الرأي في الصحافة قالوا ياسر الباجي ما هو خيانة مؤتمن، يعني الشعب قال له مشي ضد النهضة وجابها هكا، قالوا خيانة وكان موجود. ما نعرفش شكون هو، مش لازم نقول شكون هو في الـ في الـ في الـ في التلفزة وكذا، ومعروفين. فهمتي ولا لا؟ فهمتي ولا نعم هكا بقى. دونك هذايا، وعندي انا كان عندنا اليوم 8 كان عندنا مجلس وزراء مش ينظر في المبادرة اللي أنا قدمتها في التسوية ما بين الرجل والمرأة، لكن تبدلت الحكومة انتهت الموضوع. لكن بالرغم من هذا عملوا مجلس وزراء، ظهر لي مش ينظروا في مسألة التحوير وكذا، فهمت ولا؟ ولهذا
زعما عملوا الحكومه بزربه باش ما ينظروش في الموضوع هذا. قالوا ناس ان بعض الظن اثم. سيد رئيس باه خلي بربي سي ناجي لانه عنده شد تمسك بالواحد تمسك بالاله. اي تفضل. في ظل غياب المحكمه الدستوريه وانت تعرف الخلافات اللي صارت على المحكمه الدستوريه واساسا معنا خلاف بين الاحزاب وبين الكتل. واحده من اساتذه القانون الدستوري تقول ان تداعيات عدم موافقه رئيس الجمهوريه على التمشي اللي انتهجه رئيس الحكومه في التحوير الوزاري سياسيه لا اثر قانوني لها، فلا شيء يجبر رئيس الحكومه على التوجه للبرلمان لنيل الثقه لاعضاء حكومته الجدد، لان هذا الامر سلسبيل القليبي. لأن هذا الأمر يتم وفق مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان. سؤال ثاني سيد رئيس، أنت تحدثت على قلت أنا هذا حبيت نأخذ رأيك في الكلام هذا. السؤال الثاني يتعلق بمسألة يعني معناها إسقاط الحكومة وعدم إسقاطها، وإحنا تبعنا المفاوضات اللي صارت في وثيقة قرطاج 2. جل الأراء يعني، واحنا كنا من اللي تابعوا في المفاوضات هذه في قرطاج 2 اللي جمعت الاطراف الاجتماعيه والسياسيه، كان الراي مجمع على ان وثيقه قرطاج 2 جاءت، وخصوصا في النقطه 64 من الوثيقه، جاءت لتغيير الحكومه او التغيير الكلي للحكومه بما في ذلك رئيسها. يعني كي نسمع رئيس الجمهورية اليوم يقول معناها ما عنديش خصومة أنا مع رئيس الحكومة، هو ولا مع غيره بالضبط، وتقول معناها ويقول رئيس الجمهورية ما عنديش خلاف مع الحكومة. يعني نحب نأخذ رأيك، يعني علاش لماذا أذن رئيس الجمهورية باستئناف المفاوضات فيما عرف بوثيقة قرطاج 2، ولماذا وافق الرئيس على النقطة 64؟ تفضل اشكر وبارك الله فيك. أولاً الساعة ما عنديش رأي في إيش قالت الأستاذة الفلانية، ذوك يقولوا شي حبوا وإحنا ناخذوا برأيهم ولا نرفضوا، هذا مش مشكل. اثنين، فيما يخص الموضوع هذا متاع وثيقة كارتاج، وثيقة كارتاج هي حزام سياسي للحكومة، هذا وثيقة كارتاج. وعندنا وثيقة الأولانية متاع كارتاج اللي مشات فيها كذا، وعلى أثرها إحنا اخترنا، أنا اخترت رئيس الحكومة، مش يطبق هذاك، هذا هو. لكن بما ان ثم كثير من المشاركين في وثيقه كارتاج سحبوا روحهم. نعم؟ لا ما سحبتش، ما سحبتش. نعم؟ لا 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 يا استاذ، انت اسال وين نجاوب؟ فهمت ولا كان باش تفسر الكلام هذا يا زيد. اولا ساعه يعني ما انهم جبدوا روح من وثيقه كارتاج. دونك عملنا كارتاج 2 باش نحبوا الشيء اللي باش نعملوه يصادقوا عليه الناس اللي مشاركين، مش الناس اللي مشاو. فهمت ولا؟ هذا هو اللي عملنا بها. وحركه النهضه معاه في وثيقه كارتاج 3. وكلهم اللي شاركوا كانوا مع وثيقه كارتاج 2. انما وقع اختلاف بين شقين. هما دايور حتى في الحساب، كل واحد يحسب كما يحب. تو كي تسمع النهضه تقول احنا خمسه وهما اربعه. هي مساله بالزمن. لعب البيس هي بالحساب. لا، النهضة في شيرة والمؤلفة قلوبهم مع النهضة في شير، والاخرين شكون هما الاخرين؟ الاتحاد العام التونسي للشغل، نداء تونس، الصناعة والتجارة يعني مع التحوير، النسائي، واحد النسائي يعني جماعة السي سليم الرياحي. نعم؟ الوطني الحر، الكلهم مع الفصل 64 بكونه يلزم الحكومه الكل تمشي. وثم النهضه، وثم نتاع الفلاحه يعني المنظمه الفلاحيه، وثم الحزب نتاع سي كمال مرجان، شو اسمه هو؟ المبادر. هذو هما اللي من شيره. كيف شفنا الخلاف هذا؟ احنا نحبوا وثيقة كارتاج تجمع الناس كل، هو حزام سياسي للحكومة. إذا الحزام السياسي تفرق شنو مازال؟ ما عادش صالحة. علاش وقفنا وأعطيناهم الأجال وكذا وشدوا، نظرة شدت والآخر شدوا، هذا وقف. ولهذا ما نخلطوش الأمور.
شنو اللي طلبت النهضة؟ قالت نبدلوا الحكومة، نعملوا تحوير، ندخلوا جم دم جديد في الأمور هذه كذا، والحكومة هذه ما تترشحش الانتخابات، ورئيس الحكومة يبقى وما يترشحش الانتخابات. هذا إيش قال؟ لا ندرى هو الشرط هذا تم توا، لا سمح. والآخرين التوا شادين في المنطقة متاعهم يقولوا هذا مش معقول. وأنا اللي جبت الحزام هذا السياسي، وجبت الاتحاد العام التونسي للشغل قلت تأيد الحكومة وبصعوبة، وجبت الاتحاد الصناعة والتجارة باش تأيدها، وهذوما المنظمات القومية إذا كان هذوما ما أيدوها شكون اللي ما أيدها؟ مال فهمتني ولا هكا؟ هاولا تفضل أنت، وأنا نخلتك قد عندي هذوما اللي في ونجيك. عاد أنت في الصباح وهك وتعرف إذا جاء الصباح سرقة الكلام المباح. تفضل سيادتك. سينا سفيان بن فرحات، سيادتك اعتمدت سياسة التوافق مع حركة النهضة منذ صائفة 2016، ثم بعد الانتخابات دخلت في هذا، ومؤخرا صرحت سيادتك في انترفيو مع قناة الحوار أن هناك فك ارتباط والنهضة فك تيديها منك أنت. اليوم مشروع الحكومة المقترح على مجلس نواب الشعب ما عادش فيها الأحزاب التي شاركت سابقا، ما عادش عندها الحزام السياسي اللي كان موجود. وسيادتك قلت وأنت سيد المطلعين والعارفين ثم خمس على قلب حركة النهضة تعرفهم، وثم ناس أخرين ما تعرفهمش في هذه التسميات المقترحة، علما أنه البعض يقولوا ثم من 9 إلى 10. من وجهة نظر السياسية ماذا تعتبر هذا؟ وهل ثم إمكانية لرد قنوات الحوار بينك وبين حركة النهضة؟ وهل أنه يوسف الشاهد الآن مشى في التحالف أساسا مع حركة النهضة، علما أنه عديد الأحزاب اللي كانت في حكومة الوحدة الوطنية الأولى والثانية ما عادش موجودة؟ بارك الله فيك. شوف أنا كان سمعتني قلت أنا ما عنديش علاقة مع النهضة لا في الماضي ولا في الحاضر، كانت عندي علاقة مع الشيخ راشد الغنوشي باعتباره هو رئيس النهضة، وعمري ما تحاورت معهم. من وقت اللي وقع انتخابي انا جمعت كوادر تاع النهضه ما احتمش حتى واحد صوت عليها، ولهذا ماني مدين لحد في الامور هذه. وقلت لهم مباشره الكبار بتاع اللي جاوا قبلوني، اما الشيخ راشد هو قال لي انا صوت لك، قلت رجل كالف والف كاف، هذا هو اللي قلت. وقعدنا في علاقات مع الشيخ راشد المشي، لكن كيف جاني المرتين الاخرين فهمت اللي معناها ما عادش ثم ثقه ما بيناتنا. اعلنت انا شخصيا واش خبي فيها، قلت راه جماعه النهضه قطعوا معايا انا وربي وجههم خير، ما قلتش راهو بهم وراهو عليهم كذا. وحتى شاوروني في الخارج وكذا، وقلت بكل صراحه شوف ايش قلت انا في الديتشيفالا وكذا، قلت انا كانت علاقتي مع الشيخ راشد الغرمش وتقابلته وقلت له ايش مازال ما علاقه ما بيني وبينك تحب نقطعوها؟ قال لي لا نحافظ على شعرة معاوية، واحنا توا في الحالة هذه محافظين على شعرة معاوية، ولو أن جوادة ياسر شعرة معاوية هي بحدها. لكن مش تقول توا مش النهضة هي اللي مأيدة الحكومة، ما هي الكل، ومش مسألة عدد زادة، هي المسيطرة على الوضع توا. ولهذا مدام رئيس الحكومة ماشي في الاتجاه هذه ربي عينهم الاثنين. أنا ما جيتش قلت نحيو رئيس الحكومة على خاطر ولا نهضاوي، لأن النهضة ما نقصيوهاش احنا، لكن ما نقصيوش زاد على الناس الاخرين. هذا هو الاشكال، وهذا يتجم تتهنى فيه. وانا يعني تعرفني كيف ناخذ موقف ما عادش نرجع فيه. وانا اللي تفضل اي انت مالها مادام كنت كوثر زنتور الشارع. ها كوثر مرحبا بيك، يعيشك. حبيت نسالك على 3 نقاط. النقطه الاولى تتعلق بموقفك من رفض تمديد لحاله الطوارئ، هل الموقف هذا يتعلق بالإجراءات الاستثنائية اللي تنبثق عن قرار التمديد فيما يعرف بالحرب على الفساد؟ والنقطة الثانية، أنت قلت برشا كلام مهم في مداخلتك توا، تحدثت على تهيئة الأسباب لسحب الثقة منك من قبل السلطات. نعم. كلام خطير، معناه تحدث على مخطط لعزلك اللي سمعناها في تصريحات العدد من القيادات. لو كان تعطينا تفاصيل على كلام اللي قلته هذا. والنقطة الأخيرة فيما يخص تدخلك لإثناء سيد وزير الدفاع عن الاستقالة في لقاء اللي صار نهار 2، وهل الأمر فيه علاقة بجهة السرية حركة النهضة؟ ثلاثة سؤالات. سمعتك. شوف نسيتي في الأول
الحلول يتعلق برفض التمديد. أولا أنا ما عشت نحب المدد. ليش؟ لأن ما نحبوش يقولوا هذه يعني دولة الإجراءات الاستثنائية. شو عندنا 4 سنين توا نتكلم على الوضع اللي أنا فيه. اللي نحكيه على الحرب على الفساد سيد الرئيس. سمحني. والإيقافات اللي تمت والإحالة على الإقامات الشبابية. أنا ضدهم. فما قيادات من حزبك معنيين بال. شوف. ولا في قائمة معنية يعني بال بالعملية. ما تمشيش بالقانون الطوارئ. إذا كان ثم فساد وكي يتبعوهم ومشيوا المحاكم ومدمروش. ما نغطيوش على الفساد زيادة. ما نغطيوش. لكن مش بحكم قانون الطوارئ. حكم قانون الطوارئ موجود باش إذا كان ثم شيء معناها خطر دائم على البلاد لابد معناها ننظروا لنفسنا منه. ومش موجود قانون الطوارئ باش يقاموا به الفساد. باش يقاوموا فيه يعني الشغب، باش يقاوموا فيه يعني الإرهاب، باش يقاوموا فيه كذا. كيف رئيس الحكومة فسر لي أوضاع، مش لازم تو نجم نقول كل شيء عاد مليو لا 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 ريبوبليك بانانيير تو أوضاع اللي فيها البلاد واقتنعت بها أنا، قلت به نزيدوا المد فيه بالرغم ضد رأيي أنا الشخصي، مش مبين لك أنا مش متشبث بالآراء ولا متشبث بالبقعة، ما هوش هذا. دونك مشيت فيها واستشرت شكون يجمني نستشيره ومشينا في هالاتجاه هذا، واستشرت اللي معايا يعاونوا فيها وقالوا لي الأحسن نمشيو في هالاتجاه هذا، مشينا فيها. سامحني، هذا هو الأخر. ما هو يستشف من بعض التصريحات وبعض المواقف وبعض كذا اللي واضح الاتجاه. وقت اللي يقولوا في وسائل الإعلام لو كان الرئيس ما يقبلش باش الناس يجيوا يحلفوا امامه، وقلت لهم انا باش نحجم على هذا يعني افتراضي، افتراض، لكن ندخلوا في له وكذلك يرتكب خطا جسيما. والخطا الجسيم مش كلمه هكا في الهواء، يترجع للدستور في الفصول اللي فيها يعني رفع الثقة على الرئيس تبقى فيها. وقت اللي الرئيس يرتكب خطأ جسيم، ها ما قرأوا معايا الدستور عاد انتم يعني ما نحبكمش تكونوا اختصاصين في الدستور، اما كيف ندلكم وانت مشيوا شوفوا في الفصل متاع كذا تلقاوا هذه موجودة. هذه هي ولهذا يعني قلت انا هذه تسخين البنادر. احنا من تونس كنعرفوا اللي عايشين في الربط ولا عايشين في باب السويقة ولا عايشين كذا يعرفوا شنو تسخين البنادر، باش نبهوا بشيء يمكن ان يحصل. علاش يا اخي انا توا في وضعيه اللي الناس يبدا يسخنوا في البنادر كونه لربما ناخذ مواقف اللي عمري ما اعلنت عليها. كيف ما توا مشاو تشكي للمجلس، والمجلس النواب هو يا اخي المحكمه الدستوريه هو باش نتشكلوا انا، فهمت؟ ما تماش الحكايه دي هكا فسرت لكم كيفاش وقع. وحتى قال لي ثم شكون متوظف في المجلس قال الكلام هذا وجانا جواب سري ولا شنو، هي امور فيها سريه هذه. معناه كل شيء ولا يتقال وكل شيء ولا الناس يعني تعتقده وندخلوا في الافتراضي ونخليه الواقع. هذا هو حبيت نقول لك. نعم انا نتدخل في الناس الكل، فهمت ولا لا؟ وزير الدفاع بما أنه يعني لا يقع تسميته إلا بالتشاور معي كما قال الآخر في الدستور، لو عنده كان زوز برك. أنا بالنسبة لي أعضاء الحكومة كلهم اللي ندخل فيهم ونعيط لهم ونسمعهم وما نشنوها وما باش نفهم شايرش ما صارش، وأنا ما نحب نسمي حتى حد. كيف ما أوك العائلة والحمد لله ثم واحد صديقي أوك ما جاش اليوم، فهمت ولا لا؟ التوريث الديمقراطي والله قعدت مدة نلوش فيه منين اش معناها التوريث الديمقراطي، هو إذا كان يترشح وينتخبوا الشعب هذاك هو التوريث هو هذاك، فهمت ولا لا؟ ما هو ديمقراطي، فهمت ولا لا؟ هذا هو. تفضل مدام. شكرا. اسي عطروس من جريدة الصباح. سامحني اسي عطروس من جريدة الصباح. لا نعرف إلا أنت عايشك.
سيد رئيس، اليوم ونحن قادمون لهذه الندوة اللي سبق وصفتها أني الأولى من نوعها، الأكيد أن الرأي العام اليوم يتطلع إلى موقف رئيس الدولة، إما لي يعني إطفاء لهيب أزمة جديدة في البلاد أو لتأجيجها. سؤالي مطروح اليوم، هل من بدائل لأي أزمة يعني أو سيناريو مطروح في ظل أنه تقريبا نتفق على نهاية وثيقة قرطاج لإخراج البلاد مما هي فيه، وإلى مدى يمكن أن نعتبر أن شعرة معاوية ستظل قائمة إلى حين موعد الانتخابات القادمة؟ ما عاد يصلنا عليها شيء صراحة. سيد رئيس يعني سؤال شخصي شوية، هل ندمتم لحظة على تعيين يوسف الشاهد في هذا المنصب؟ شكرا. أنا عمري ما نندم على اللي نعمله، لكن نعترف بخطائي. هما فرق ما بين نندم وما بين يعني نرتكب خطأ ونعمله. أنا قلت لكم منذ حين ما عندناش مشكل في هذا، بالعكس أنا توسمت فيه الخير وكانت تسميته في محلها، فهمت ولا؟ وثانيا لكن كما قلت ما ثماش واحد صالح لكل زمان أو مكان، يجي أوضاع ولكونه في التغيير راح وك، لكن مش يعني إذا كان مش يبقى في البقعة اللي هو فيها من البلاد باش تسقط. أنا على كل حال نقول لكم ما دام شفتوني قاعد هنا في هالبقعة هذه، لخاطر لو كان نعرف روحي ما عادش إن نفعل وما عادش نصلح مشي وحدي، استناش حتى يقولوا لي مشي. هاني قلت لكم انتوا ملعب. انا مره نظنوا سالني قال لي شنو صحتك، قلت له صحتي كيف الناس كل واحد عمره 92 سنه، فهمت ولا؟ ولكن لو كان عندي حاجه اللي تخليني مانيش مرتاح باش نادي واجبي نمشي وحدي هكا ولا هذا هو. بقى مش ضروري كل انسان يقول هاو اليوم جاتني نزله وهاو اليوم عندي كذا وهاو اليوم عندي كذا، احنا ما نتشكاوش من هنا، وما ثماش واحد معناها ما عندوش نقص في 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 بدنه، فهمت ولا؟ انا عندي صديقي كبير ياسر قلت لك عليه، يعني طبيب شهير، قال لي وقت لي واحد يوصل 50 سنه، انتم ما زلتوا صغار دونك خاصه النساء ما زلتوش 50 سنه، فهمت ولا؟ ويقوم في الصباح ما عندوش حاجه توجع فيه، لا كتفه لا خشمه لا راسه ولا ساقيه، قالوا راك مت هذاك، معناها انت بعد مت، فهمت ولا؟ هذا هو الواقع. ولهذا خلينا من هالامور اللي لوجوا عليها الزقاقيين، فهمت ولا لا؟ احنا موجودين في المكان هذا باراده الشعب التونسي وباراده الدستور، ودستور تونس والحمد لله في فصله الثاني، يعني تونس دوله مدنيه تقوم على المواطنه وعلى اراده الشعب وعلى علويه القانون، وعلوية القانون هي الدستور، واحنا كل شيء نعملوه في نطاق الدستور، وما دام احنا نراقبوا في تطبيق الدستور وقايمين بالواجب بتاعنا فاهلا وسهلا وهكذا. شكرا.